استاذ محمد ابو علي، اول حاجه موقف الشناوي من الرحيل والبقاء، دي الحاجات العناوين اللي كاتبها ابو علي والعناوين اللي كاتبها والي زي ما حضراتكم معتادين، يعني انا مش بقرا من الورق، انا بقرا عناوينهم هم. يعني الشناوي موقفه ايه؟ بص يا كريم، لحد وانا قاعد معاك دلوقتي وبنتكلم ما جاش للاهلي اي عرض رسمي بخصوص محمد الشناوي. الكلام كله اتصالات بالشناوي نفسه، كلام الشناوي مع اداره النادي الاهلي، لكن لحد وانا بتكلم دلوقتي الشناوي مكمل في النادي الاهلي، ما فيش اي حاجه رسميه جت من النصر او من اي نادي تاني بتطلب ضم محمد الشناوي. لما بتكلم مع المسؤولين في النادي الاهلي موقف الشناوي قالوا ما فيش اي جديد، لاعب مكمل معانا وموجود، ما فيش اي حاجه جات لنا نتكلم فيها او حتى نتفاوض فيها، نطلب مثلا فلوس، نتناقش مع الراجل. طب الشناوي لو مشي بعرض رسمي علي لطفي يكمل ولا يمشي برضو؟ هو انا اتكلمت يمكن بعد مباراه الحرس وعرفت ان علي كان خلاص قريب جدا من زد، وكان هو وشادي رايحين خلاص، واتعمل هولد على صفقه علي، واتقال له حسب اللي عرفته انا مارسيل كولر متمسك باستمرار علي ومصطفى في الفريق سواء الشناوي مشي او قعد، وكان الاقرب ان الشناوي مكمل وموجود مع الفرقه الموسم اللي جاي. فعلي لطفي بنسبه كبيره ممكن يكون موضوع زد، يعني اتعمل عليه هولد شويه لحد ما كولر يفصل فيه بشكل اساسي.